الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوس، ورئيس مجلس إدارة نادي محامي الإدارات القانونية، ورئيس المكتب التنفيذي للجنة الإدارات القانونية بالنقابة العامة. في البداية أنا عاوز بس أقول إن إحنا في النقابة حتى الآن إحنا فصيلين، فصيل المحامي الحر وفصيل محامي الإدارات أو المسمى بالقطاع العام. والكلام ده ولو إن هو ده الواقع إلا إن هو كلام غير مرضي بالنسبة لنا، إن إحنا نكون كلنا زملاء متخرجين من كلية واحدة، ويبقى فينا نوعين أو فصيلين جوه النقابة، فصيل بيتحرك باتجاه وفصيل بيتحرك باتجاه تاني. عاوز أقول إن إحنا الجناحين اللي بترفرف فيهم نقابة المحامين، وبناء عليه نادي محامي الإدارات القانونية عمل مبادرة بالتحالف مع الكيانات من المحامين الأحرار علشان نذيب الفوارق ما بين محامي الإدارات القانونية والمحامي الحر، وعلشان ندمج شغلنا اللي يصب في رفعة نقابة المحامين. ومن أوائل البروتوكولات اللي عملناها مع جبهة أحرار الحريات، اللي لمسنا فيها إنها بتعمل لمصلحة النقابة. والأستاذ عماد الورقي والأستاذ صابر حجاج والأستاذ إبراهيم من أوائل الناس اللي بدروا للتعرف إلى الكيان المنشأ الجديد اللي هو كياننا نادي محامي الإدارات القانونية، وبادرة التعاون ما بيننا إن إحنا خدنا مقر مشترك، ودي كانت بداية جميلة جدا وبداية عمل طيبة. وإن شاء الله رب العالمين اللي اتفقنا عليه إن جبهة أحرار الحريات هتكون هي حائط الصد أو حائط الدفاع عن محامي الإدارات القانونية اللي هيتعرضوا لأي مشكلة بتواجههم في شغلهم. الحاجة التانية إن الخدمات اللي بيقدمها نادي محامي الإدارات القانونية، ويمكن في بعضها محطوط على الحيطة دلوقتي، ده اللي شغال منها، واللي مش شغال اللي هو خلص لسه ما شلنا الورق بتاعه، كل ده هيتقدم لأعضاء جبهة أحرار الحريات، باعتبار إن البروتوكول بيتضمن إن أعضاء جبهة أحرار الحريات بيعتبروا أعضاء في نادي محامي الإدارات القانونية، وأعضاء النادي بيعتبروا أعضاء في الجبهة. بناء عليه أي خدمة بنقدمها من عندنا بتقدم لأعضاء الجبهة زيها بالظبط بنفس الأسعار وبنفس الجودة لأعضاء الجبهة، وأي خدمة هتقدمها الجبهة سواء قانونية أو اجتماعية أو نقابية هتتقدم برضو للنادي باعتبار أعضاء النادي أعضاء في الجبهة. وفي النهاية أنا بشكر الحضور اللي شرفوا الاحتفالية بتاعت الجبهة النهاردة، وبشكر أعضاء الجبهة الكرام اللي لغاية النهاردة وإن شاء الله مستمر ما شفناش منهم غير أحسن معاملة وكل ذوق.